اهم الاخبار اللي اتكتبت على النادي النهارده قبل ماتش اليوم بالتحديد من خلال الحسابات الرسميه المختلفه. وابتدي بحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقول التشكيل المتوقع للاهلي مباراه اليوم: محمد الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم ربما يعود كمدافع في الماتش النهارده، ومحمد هاني باك رايت اللي عمل ماتش كويس برضو ماتش سموحه، وعلي معلول اللي محتاجينه ان شاء الله يرجع لمستواه وهيرجع متاكد من كده. في نص الملعب عمرو السولية واليو ديانج، قدامهم طاهر محمد طاهر وحسين شحات وقفشه، وفي الهجوم محمد شريف. نروح لليوم السابع، واللي بيتكلموا عن غياب 11 لاعب عن الاهلي امام بسوجيت في الكاس الليل. مين ال 11 لاعب اللي بيغيبوا؟ عندك اكرم توفيق اصابه طويله، عمر حمدي اصابه طويله، بيرسي تاو لسه قدامه 3 اسابيع، ميكيسوني قدامه 10 ايام، احمد عبد القادر خلاص على وشك العوده، احمد نبيل كوكا مش موجود، ومحمود وحيد كمان مش موجود للاصابات، حمزه علاء ومحمد محمود ومتولي وبدر بنون لوجهه نظر فنيه. فغيابات عديده عن صفوف النادي الاهلي، في منها غيابات طبيعيه بسبب ان انت مش هينفع تاخد كل اللعيبه الجاهزه في القائمه، وفي غيابات بتتعلق بالاصابات المختلفه. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر اللي بيتعلق بحساب كوره 11، واللي بيقول لديه الكثير من العمل في قلعه التتش. ريكاردو سواريز يحدد بالاسماء مصير 20 لاعبا من طيور الاهلي المهاجره داخليا وخارجيا من اجل اعاده هيكله الفريق. في جزئيه بس وتعليق عايز اقوله على موضوع اعاده هيكله: عمر ما الاهلي هيعمل اعاده هيكله للفرقه. انت عارف يعني ايه اعاده هيكله؟ يعني ان انت يعني تستغنى عن عدد كبير جدا من اللاعبين وتتعاقد بعدد كبير جدا من اللاعبين، ده مش هيحصل. هتستغنى عن البعض بس مش كتير، البعض قليل، وهتتعاقد مع البعض اللي هيكون اضافه في بعض المراكز اللي انت محتاج فيها اضافات بس. لكن الاهلي محافظ على قوامه الاساسي، لان فرق كبير قوي ما بين اعاده هيكله ان انت هتشقلب الدنيا خالص، وما بين ان انت تدعم في الاماكن اللي انت محتاجها والعناصر اللي ناقصاك عشان تبقى الفرقه اقوى واقوى الموسم الجديد، وده باذن الله تعالى هيحصل. اطمنه من الناحيه دي تماما يعني. فهم هنا بيقول لك ايه، هو في اعارات طبعا كتير، ست لاعبين في فيوتشر: سعد سمير وكريم ندفد وفارس طارق ومصطفى البدري وعربي بدر وعبد الرحمن مانو. كريم ندفد لسه قدامه موسم كمان، اعارته مش هتنتهي مع نهايه هذا الموسم، من الاهلي لما رجع عبد المنعم جدد اعاره ندفد هناك سنه اضافيه بقى، فبقت اعارته سنتين، فاكيد هيتم حسم الموقف بتاع السداسي ده او الخماسي بالتحديد. ثلاث لاعبين في سموح: احمد رمضان بيكم، محمد شكري، وفهد جمعه. الراجل هيحدد ازاي؟ من خلال متابعته ومن خلال بعض التقارير اللي هتتقدم له من لجنه التخطيط وايضا من الكابتن سامي قمصان، وده طبيعي. واعار الاهلي كل من احمد السيد ووليد مصطفى الى المحله، وشادي رضوان الى البنك الاهلي، ويتواجد ثمان لاعبين في صفوف الاهلي المعاره لانديه اوروبا عقب التخلص من المهاجم، مش التخلص يعني، عقب بيع المهاجم اليو باجي الى نادي اميون الفرنسي بيع نهائي. طب مين اللعيبه المحترفه في اوروبا؟ كهربا خلاص اعارته خلصت وموجود بس لسه مش هيشغل في بدايه الموسم، احمد ياسر ريان برضو اعارته خلصت، ومصطفى فوزي ده من الناشئين في زيسكو في التشيكي، هو احمد بيسو ومحمد حسام، دول من قطاع الناشئين، دول موجودين في هذا الفريق التشيكي. محمد مغربي مع لاعب او مدافع تبليتسا التشيكي، ومعاه محمد ياسر برضو في نفس الفريق بخلاف والتر بواليا في السلية القطري. اكيد هيكون في تقرير عن هؤلاء اللاعبين ويتم تحديد موقفهم لاحقا في مع اقتراب نهايه هذا الموسم.